نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الجن والإنس إلا ليكونوا له عبادا، فكانوا كلهم له عبيدا ولم يكونوا كلهم عبادا. ولو عرفوا ما في الدخول في زمرة عباد الله من الشرف لتمنى الناس كلهم أن يكونوا عبادا لله. شرف عباد الله مأخوذ من كتاب الله. ربنا سبحانه يحفظ عباده من الشيطان الرجيم. قال ربنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربنا سبحانه يكون قريبا من عباده. قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا سبحانه يغفر لعباده ذنوبهم. قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا سبحانه يلطف بعباده. قال سبحانه: الله لطيف بعباده. ربنا سبحانه يرحم عباده. قال ربنا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ربنا سبحانه يقبل من عباده توبته. يقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ربنا سبحانه يورث عباده الأرض. قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ربنا سبحانه يؤمن عباده الفزع يوم الفزع الأكبر. قال ربنا سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ربنا سبحانه يدخل عباده الجنة. قال ربنا سبحانه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وإذا أدخلهم الجنة هيأ لهم فيها ما لا يصف به، ما لا يحيط بوصفه الواصفون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، لا نعلم خلقا أرحم بخلق من أم بولدها، وربنا أرحم بنا من أمهاتنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم سبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، امتلأ ثديها لبنا وتحتاج طفلا ترضعه. إذا مر طفل من السبي ألقمت ثديها، فما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهي تقع
فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بولد لله أرحم بعبده من هذه بولدها. هذا شرف العباد. أحسن خلق الله وأحب خلق الله إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقامة القرب، في مقامة الاجتماع والاختصاص والاصطفاء، يصفه الله بالعبودية. لو كان وصف خيرا من العبودية لوصفه به في ذلك المقام. قال ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في تلك الرحلة العجيبة لما عرج به وصل إلى مكان لم يصله أحد من الأولين والآخرين، وصفه بالعبودية. لما قام يدعو إلى الله ومقام الدعوة إلى الله مقام شريف، قال ربنا سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه بالأمر. فوصفه بالعبودية. ويصف أحدنا بالعبودية عندما نكون قريبين من الله، ليس هيئة يكون فيها المسلم أقرب إلى الله منها وهو ساجد. ووصفنا في حينئذ بالعبودية، فقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه ورسوله. هذا شرف العباد. لكن ما صفة عباد الرحمن؟ ما صفة عباد الله الذين يستحقون هذا؟ بلطف الله بنا أنه لما شوقنا إلى الاندراج في هذه الزمرة لم يتركنا وآراءنا وأهواءنا وأنظارنا واجتهاداتنا، بل بين لنا كيف نكون لنكون كما أولئك الممدوحين. وهذا الذي أخبركم به في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تشوقت إلى أن تكون من عباد الله وأنت من عبيده، فأردت أن تجمع بين الوصفين، فقد بين لك ربك ما عليك إلا أن تمتثل، وهو سهل على من سهله الله عليه. وقد جلى ذلك ربنا في أواخر سورة الفرقان لما قال ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كأن سائل سأل لما قال ربنا وعباد الرحمن، سائل سأل: يا رب ما صفتهم؟ يا رب بينهم لنا. فبين. وهنا ينبغي أن تفهموا شيئا، عباد الرحمن الذين خوطبوا بهذه الآية هم من كان وقت نزولها، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان ربنا يقدر أن يقول: وعباد الرحمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة إلى آخره. حينئذ كانت تكون هذه الآية مقصورة عليهم ولا حظ لنا فيها. فبين ربنا أوصافا، من تحققت فيه الأوصاف استحق كان أبا بكر أو كان غيره. وأول هذه الأوصاف: الذين يمشون على الأرض هونا. فذكر أنهم ليسوا بمتكبرين وأنهم متواضعون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الوصف الثاني: إذا قوبلوا بالسفه، إذا قابلهم السفهاء بما لا بما يسوء من القول لم يقابلهم بمثله، لم يقولوا إلا خيرا. الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم. جاءه إنسان مرة الإنسان فجعل يشتمه والأحنف ساكت، وذاك يشتم والأحنف ساكت، وهما يمشيان إلى دار الأحنف. فلما دنا من الدار قال له: يا ابن أخي، إذا كان في نفسك شيء فقله قبل أن نصل إلى الدار فيسمعك الناس فلن يصبروا على مثل ما صبرت لك عليه. الحلم. وإذا خاطبهم المجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون. والذين
هم يحسنون في عبادتهم للحق سبحانه، يبيتون ساجدين قائمين، ويحسنون للخلق فلا يسيئون إلى من أساء إليه، ومع ذلك لا يحتفلون بعمل ولا يقولون سندخل الجنة بسبب العمل، ولكنهم مع ذلك يخافون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم كما قال في الآية الأخرى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يفعلون ما فعلوا من الخير ومع ذلك هم خائفون أن لا يتقبل منهم شيء. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان ملاصقا لازما لمن دخلها ليفقوا عنه، نسأل الله العافية، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وفي قراءة ولم يقتروا، فوصفهم بالاعتدال في الإنفاق، ليسوا بمبذرين وليسوا ببخلاء. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فيخلصون لربهم في العبادة لا يشركون معه أحدا أبدا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس المعصومة التي عصمها الشرع لا يفك العصمة عنها إلا الشرع، ولا يزنون فوصفهم بالعفة، عباد الرحمن لا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا، إذا قيل لهم إن ربك يقول، إن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول، لم يولك ظهره بل قال سمعنا وأطعنا كما يقول المؤمنون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه دعوتهم، أن يروا الخير، أن يريهم الله الخير في أنفسهم بأن يجعلهم أئمة للمتقين، ثم يريهم الخير في أبنائهم وأزواجهم بأن يجعلهم لهم قرة أعين. قال ربنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الأوصاف يجزيهم ربهم الدرجات العاليات في الجنات، ويلقون فيها تحية وسلاما، التحية للملائكة والسلام لربهم، خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله سبحانه أن يدخلنا في زمرة عباده الصالحين، نسأل الله أن يسهل علينا أن نكون من حملة هذه الأوصاف حتى نستحق موعده العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم اغفر ذنبهم وفرج كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل الموت خير قائم ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم شرعك وإعلاء سنة نبيك. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم بطانة الخير التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه.
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.